موقف المصريين مقدر قوي والله. يعني انا بقول لكم ان تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا انا شخصيا، في جبر خاطر كبير جدا، وانا ما بقولش كلام، يعني انا عارف ان الظروف صعبه، عارف يعني، وعارف ان الناس تبقى مستحمله وساكته ده كتير، بس اللي انا عايز اطمنكم عليه ان احنا مش سايبين حاجه نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الاعلام يقول او ما يقولش، لكن عايز اقول لكم ان احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الاراضي الزراعيه في اقرب فرصه ممكنه. احنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة. احنا بدأنا البرنامج ده من حوالي 3 سنين، غير طبعا برنامج الريف المصري اللي كان تقريبا 1.5 مليون فدان، لكن احنا ما سكتناش على كده، واشتغلنا ايضا عشان ندخل او يبقى في اراضي زراعية اخرى تساهم مساهمة كبيرة في حاجتين: انها توفر فرص عمل للناس، لشبابنا. ولما بنتكلم على 3 مليون فدان احنا بنقول لو كل فدان هياخد يعني نص فرد، يعني كل فدانين بانسان على مدار العام، احنا بنتكلم كده في 1.5 مليون انسان شاب. يعني الهدف من ده توفير فرص عمل، ادي هدف اولاني، ثم ان احنا يبقى في انتاج من هذه الاراضي يخفف من فاتوره الاستيراد اللي احنا بنجيبها. احنا بالمناسبه احنا بنجيب الحاجه بنستوردها بالدولار، لكن بنبيعها للناس بالجنيه طبعا، لكن مطلوب ان الدوله توفر الدولار وتجيب الحاجه ديت.